بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فتاة الخير يا فتاة الخير 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 فتاة الخير يا أملا تنير مسير دعوتنا وتقيد مشعل الإيمان كي تنجو بأمتنا وترفع راية القرآن تحدو ركب عزتنا وتسمو في العلا قيما وتحذو ركب سنتنا فتاة الخير يا أملا تنير مسير دعوتنا وتقيد مشعل الإيمان كي تنجو بأمتنا وترفع راية القرآن تحدو ركب عزتنا وتسمو في العلا قيما وتحذو ركب سنتنا 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 فشد العزم واصطبر لنرسوم درب رفعتنا وكوني للهدى علما لنكشف زيف ظلمتنا خرجت مستورة حي خطاها زادها الحجاب تشريفا وجاها خرجت مستورة حي خطاها زادها الحجاب تشريفا وجاها خرجت للعلم لا للهو يمشي معها دين وعرف حارساها خرجت مستورة حي خطاها زادها الحجاب تشريفا وجاها خرجت للعلم لا للهو يمشي معها دين وعرف حارساها علمت أن جمال البنت كنز فوقته بحجاب ووقاها ما اختلت يوما بمن يدعى صديق شرفت حقا أباها وأخاها خرجت مستورة حي خطاها زادها الحجاب تشريفا وجاها خرجت للعلم لا للهو يمشي معها دين وعرف حارساها أخذت من سورة الأحزاب حكما لا تبرجن فلبت من دعاها لبست ثوب العفيفات وداست فوق أثواب البغايا بحذاها خرجت مستورة حي خطاها زادها الحجاب تشريفا وجاها خرجت للعلم لا للهو يمشي معها دين وعرف حارساها رفعت من منهج الأسلاف شأنا
فارتقى نحو الثريا مستواها، أرسلت برقية تعلن فيها أنها لا تنتمي إلا لطاها. خرجت مستورة حي خطاها، زادها الحجاب تشريفا وجاها.